طيب احنا بنتكلم حضرتك عندنا قلنا دلوقتي عندنا كمان ممكن يبقى عليها المواصلات. ممكن يبقى احنا قلنا يعني يطلع يعمل كده بال وما يدفعش فلوس. طب ليه او ما يفعش وانا ادفع ده صاحب الرحلات الخاصه بالظبط. احنا دلوقتي بنتكلم على قاعده البيانات. عندنا 18 مليون اسره مثلا في مصر. العالم كله قسم هذه الاسر الى خمس فئات شرائح. الشريحه اللي تحت دي هتاخد كل حاجه. ما تحت اكتر كده ايه ما فيش يعني ده تحت خالص. اللي فوقيها هياخد بعض الحاجات بس بكرامه. ان انا هروح ما حدش هيعرف انا هدفع ولا لا. هقدم البطاقه هعدي. احنا ليه يعني التفكير ممكن يصل بينا لاكثر من كده؟ لا بالعكس بالعكس. اولا الناس بدات تتطور في الحاجات دي كويس جدا جدا. بس هو في مشكله بتبقى بتقابلنا يا استاذ ناصر انه عموما الناس ما بتثقش في الحكومات بشكل عام يعني خاصه في مجتمعنا العربي. ده احنا دلوقتي بنحاول افندم مش في مصر بس من 3 سنين في المجتمع العربي غالبا. لا 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 ده في العالم. لا مش في العالم المجتمع العربي اكتر شويه. انما عموما انه يعني مثل هذه الاشياء بدات الناس تثق فيها. يعني بنحاول نستعيد الثقه دي يعني مره بمره بمره بمره. انت ستك دلوقتي بتقول حاجه واذا الناس سمعوها ولقوها فعلا حقيقيه ان لو راح بكره واحد لمكتب التموين يعني انا هحاول اروح مكتب التموين بتاعنا واشوف عندي بطاقه من دي ولا ما عنديش. انا معاش مش يبقى عندي بطاقه من دي؟ معاش اللي يقول كده يا باشا. انت قلت ال 12 مليون اسره 12 مليون اسره اللي كان عندهم بطاقات تموين بيصرفوا بيها. بطاقه تموين حضرتك رحت جددتها ولا ايه؟ لا طب ما جددتهاش لانها مش من حقي. وانا عملت كده برضه كان عندي بطاقه زمان مكتوب عليها دعم كلي وما جددتهاش. ما جددناش لان لا يبقى يعني ما لا. لكن هيطلع لك بطاقه بعد كده مش شرط ان انت تحصل على دعم كلي. احنا عندنا حاجات فيها يعني في مرحله لاحقه للناس اللي كل واحد في كل اسره في مصر هيبقى معاها هذه البطاقه. بس على مسؤوليه حضرتك وانت مستشار وزير الدوله للتنميه الاداريه انه اي مواطن من حقه بطاقه حسب القواعد المحطوطه. حسب القواعد عنده بطاقه يروح مكتب التموين هيلاقي البطاقه الذكيه دي بالظبط ويبتدي يتعلم ازاي يستعملها. واللي ما يلاقيهاش او عنده مشكله يتصل ب 19468 اللي يلاقيش البطاقه بتاعته او يبعت لنا على النت واحنا هنساعد. مع بعض ويتمسك بحقه. ضروري جدا المواطن الكريم المصري اللي حارب في 73 وكسب اللي بيدفع ضرائب اللي بيعمل حاجات هايله من غير ما حد يحس بيها يتمسك بحقه. ما يخليش بقال يقول له البطاقه 50 جنيه لا يجي يقول لنا خد حقك بطاقه مجانيه. وبعدين اذا كنت انت يمكن تكون مش مستفيد منها قوي دلوقتي عندك بطاقه تموينك والحال ماشي بكره ممكن يضاف ليها حاجات اخرى مش كده برضه سنوز البان الاطفال ممكن يضاف ليها البان الاطفال ايه كمان الحيازه الزراعيه بالنسبه للناس اللي عندهم اراضي زراعيه لان حضرتك عارف على البطاقه هتتكتب في البيانات. اسطوانات البوتاجاز في احتمال انها تضاف بس اسطوانات البوتاجاز هتصرف حتى للي ما عندوش ده بناء على الكلام اللي قاله الدكتور السيديات وكده ولا اسطوانات السيديات البوتاجاز الانبوبه هتتصرف على البطاقه كل ده هيخش فما تستهونش بيها دلوقتي بالظبط وما يديش رقمه السري لاي حد. رقمك السري ده الخصوص هو اللي بيعمله ولا انت بتديهوله؟ لا احنا عاملين حاجه بياخد رقم السري من مكتب البريد وبياخد البطاقه من مكتب التموين. طب نعمل الرقم السري ده يقدر يستخرجه في النمره اللي موجوده على ظهر البطاقه اللي خدها يستخرجه. طب البطاقه طلع فيها غلط. احنا عندنا 80,000 واحد من 12 مليون بطايقهم فيها بعض الاخطاء بنقول عليهم ان هم دول يعني ليه بقى بعض الاخطاء؟ ممكن حالات طبيعي الوفاه الاعداد اختلفت جواز طلاق حاجات كده فدول بنصلحها ومجانا. في عندنا 80,000 الاسم طالع غلط بنصلحها مجانا. فين بقى بنصلحها؟ لا يعني هو بيروح للمكتب التموين وبتوصل تاني لمكتب التموين عن طريق الشركات. احنا قلنا ان احنا عندنا 3 شركات في مصر شغالين. طب ليه في 3 شركات؟ لان الشركات حضرتك قلت لا تثق الناس ما بتثقش بشده في الحكومه. هل نحن كلنا نعلم وكلنا عارفين ان الخدمات الحكومه اللي بتقدمها القطاع الخاص بيقدم خدمات افضل بكثير في بعض الاحيان وفي بعض الاحيان خدمات الحكومه احسن. يعني خدمه التنسيق خدمه هايله ما فيهاش اي مشاكل مش خدمه ده واجب على الحكومه. فاحنا النهارده واجب على الحكومه. على فكره بدا مكتب التنسيق الالكتروني يشتغل وانا مبسوط جدا بان احنا بقى لنا دي اظن ثالث سنه رابع سنه ان شاء الله ثالث سنه او رابع سنه وكويس جدا الدنيا بتتطور والناس بدات تنزل
تخش حتى الناس اللي ما عندهمش كمبيوتر بتاع نزلوا في الحاره لا واحد حاطط كمبيوتر بيشوف لهم لحد ما لحد ما احنا شغلانه كده حلوه بس تطور يعني من الساعه 4 الصبح لحد دلوقتي واحنا قاعدين ودي السنه الفراغ دخل 11478 واحد لا تطور حصل من 3 سنين لما فتحنا الحكايه ده 4 سنين كانت حاجه غامضه ومرعبه شوفوا حصل ايه وخدنا بيه المركز الاول على العالم طب حلو الخدمات اللي احنا كمان عشان تكون بتنفع في ايه بقى قاعده البيانات اللي موجوده دي هتنفعنا اقتصاديا جدا في حاجه مهمه جدا على فكره قاعده البيانات مش وزاره التنميه الاداريه بس الاتاحه بتيجي من وزاره الماليه قاعده البيانات وزاره التضامن بتعملها في تعاون بيننا وبين وزاره الاتصالات عشان بنيه اساسيه الحكومه كلها بتتعاون في هذا المجال لكن مثلا هقول لحضرتك احنا عندنا مشكله جباره بتخلي مؤشراتنا في مصر تنزل تحت خالص احنا 23 على العالم في تقديم الخدمات الالكترونيه لكن لما بناخد المؤشر البشري ننزل لتحت لان عندنا نسبه كبيره من الناس لا تقرا ولا تكتب التسرب من التعليم ده اهم من تعليم الكبار لان تعليم الكبار هيجي فتره كل الكبار اللي ما بيعرفوش يقروا يكتبوا هيتعلموا لكن المحبس اللي تحت مفتوح الولاد بيتسربوا ليه لان الولد زي ما حضرتك قلت فقير لا يستطيع ان يصرف على انه يروح المدرسه بس الحكومه بتدفع للناس دول فلوس بتصل الى 4 جنيه في اليوم لكن انا ما اقدرش اقف قدام المحجر اللي بيديله 15 جنيه بس ما عنديش مشكلة ومش عايزة يعني فكر عالي قوي ان انا اعرف ان انا عندي قاعدة بيانات الطلبة اللي في المدارس السنة دي كلهم وعندي قاعدة بيانات فيها الطلبة اللي سنهم المفروض يبقوا في التعليم اخد ده اطرحه من ده يطلع المتسربين من التعليم نوجه بقى يتوجه لمين قاعدة البيانات دي تقدروا تساعدوني في الحكاية دي لازم لان دي حكاية في منتهى الخطورة لان اللي ما بيتعلمش ده عيب قوي دي كارثه اللي ما بيتعلمش ده عبء على الاقتصاد الراجل المسكين اللي ودى لو انت ظلمته بالظبط انت جنيت عليه يبقى انت ده مسؤوليتك اي حد ما يتعلمش في البلد مسؤوليه البلد مش مسؤوليه اهله بالظبط يعني عشان ده نتيجه عدم العلم عدم الدرايه بيعلمه مش بيشغله معاه بيشغله انما هو عارف قيمه العلم علمه وشغله مش عايزين يعني وبيبذل مجهود كبير جدا الجامعات الاهليه وبتبذل مجهود الـ وزاره الاسره لان بيحصل لحضرتك ان الولد اللي بيشتغل في المحجر وهو في سن 15 سنه رئته تكلست والصرف والده بقى بيصرف عليه بتوع الفيوم وانا لسه انت شفت التقرير ربنا يغفر له على فكره بالمناسبه انا بشكر رجل اعمال فاضل وعزيز وراجل طيب جدا جدا لا يريد دائما ان يذكر اسمه بيساعدنا باستمرار وبيساعد الناس الطيبين باستمرار وايده معانا يعني لحظه بلحظه انا كنت مفكر لان البرنامج اللي انا بعمله في رمضان صوره وصوره فيه جوائز فكنت مفكر مع زملائي ان احنا نروح هذا المكان في عند مسجد اصلان في الدرب الاحمر ونقابل الاسر ونديهم الجوائز ونواسيهم يعني لكن رجل الاعمال قام بالواجب وصرف 50,000 جنيه لكل متوفى لكل متوفى صرف 50,000 جنيه وهيبعت بكره 350,000 جنيه للاهالي هنوصلها لهم في الفيوم ان شاء الله. فبنشكره جدا جدا جدا. سؤال اخير استاذ ناصر. ندعو الله سبحانه وتعالى ان يجعله في ميزان حسناته يعني مصر لا هو راجل صالح وبيساعدنا جامد مصر سؤال اخير اتفضل احيانا البقال يطلب ضريبه على التموين والحاجات دي. بيقولوا زملائي هنا زملائي في البقال. طبعا هو تحول هل البطاقه دي فيها ضريبه؟ ما فيهاش هو تحول من بدال الى دجال. ده البقال. انت بتقول شعر من دجال الى بدال الى بقال ده زجل طبعا مش كل البقالين لا مش كل في ناس طلب انا هقول لحضرتك حاجه احنا عملنا تجربه وواحده فاضله عندنا بعدنا احنا بنبعت ناس على فكره حبايبنا ممكن نكلم مثلا وحيد بس وحيد معروف ينزل في حته وحيد من نوع الشكل ومن نوع الحلوفه ده ساجع برضه وحيد نبعته ونعرف اللي بيحصل انا مره رحت لابس تقصه انا لبست جلابيه طبعا انا شكلي في الجلابيه والطاقيه ورحت وقفت في الطابور والراجل مثلا واحد منهم كان عايز يهشني بعصايه وحاجات كده وما قلتلوش انا مين وعرفنا اللي بيحصل لقينا بقال طلب 70 جنيه من واحده عشان يديها بيقول لها عشان تصرفي اول مره وبتاع حاجه ثانيه يقول لها انتوا هتعطلونا انا اللي هدخل الرقم السري ياخد رقم لا ده غير مسموح والبقال اللي يعمل كده يا ريت احنا كلنا نتمسك بحقنا بلغوا عنه ما تخافوش هيحصل مشكله بس غيرك مش هيحصل له مشكله يعني تدافع عن مش هيحصل له مشكله المؤمن يبقى قوي انا عايز اقول لحضرتك حاجه كمان السنه دي احنا بسرعه جدا احنا عملنا 1,300,000 يوم عمل اتوفروا بتكامل قواعد البيانات الناس اللي ما قدموش شهادات ميلاد في المدارس انا عايز كل واحد يتمسك لان البدايه دي
بطاقه الاسره، قواعد البيانات. البدايه ان احنا عايزين نوصل للي حضرتك عايزه واللي انا عايزه وكل الناس عايزاه. ارجوكم تسمعوا كلام المستشار ناصر فؤاد. احنا مش عايزين وزير. بسرعه بس عشان الوقت ضيق. مش عايزين نوصل بعد 5-6 سنين ان المواطن ما يروحش جهه حكوميه بالطريقه اللي بتشتغلوا بيها هتوصلوا ان شاء الله. لا، ما يروحش جهه حكوميه يقدم مستند حكومي. الحكومه تطلب مستند حكومي من نفسها ازاي؟ احنا عندنا كل الكلام، كل دوت عندهم، بس المواطن يساعدنا ويتمسك بحقه. بس دي الدعوه اللي بنطلقها 19-4-6-8. انا ليا طلب سريع جدا جدا أمرس. ان احنا حضرتك فاكر انت الرجل الكريم وكنت جبت البنت الجميله اللي هي الصم والبكم. انا ماشي في مشروع واهالي الاسكندريه ومحافظ اسكندريه بدعوه كريمه وافق ورجال اعمال اسكندريه موافقين. انا نفسي الناس تفتح فصل في كل محافظه للصم والبكم، لان هم عندهم مشاكل في التعلم. احنا بنطلعهم نجارين وبنطلعهم ترزيه، في ناس منهم عباقره. دي ثانيه عايزين نفتح لها يوم ويتفتح لها يوم، ودي نجيب فيها السيد وزير التربيه والتعليم الدكتور، وهو موافق على فكره، وهو مرحب جدا وهيساعدنا جدا جدا جدا. انا بشكرك استاذ ناصر فؤاد مستشار وزير الدوله للتنميه.